في أكثر من أسرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامج أكثر من أسرة. أرحب بضيفي في هذا اللقاء بدون أي ألقاب أخرى، فقط الدكتور خالد المصلح. حياك الله دكتور خالد. أهلا وسهلا. مرحبا. اللهم مرحبا والله. الله أنا سعيد بوجودك معي في هذا اللقاء. الله يسعدك. وأنا كذلك سعيد بمشاركتك. الله يحفظكم. وأيضا الأديب الدكتور حبيب بن علا اللويحي بن طيري. حياك الله دكتور. الله يبارك فيك يحييك يسعدك. سعيد بك والله. سعيد بالشرف. الله يحفظكم. أنا كذلك أول مرة ألتقيك في لقاء تلفزيوني. وأنا أول مرة ألتقيك بعد في لقاء تلفزيوني. أي نعم، نحن عشرتنا طويلة. صحيح. الله يحييكم. الله يبارك. يا الله يسهل فيك. حياكم الله. احنا نبغى نبدأ اللقاء بس نبغى نبدأ بالأكبر سنة. دكتور خالد مواليد، لازم عاد نشوف تاريخ الميلاد اذا في البطاقه طلعها يا شيخ حبيب. دكتور خالد ابدا. طيب نريد ان نتحدث عن الميلاد والنشاه والمراحل الدراسيه الاولى. طيب تفضل. شكرا، جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين. ولدت في مكه عام 1385 هجريه ونشأت فيها، وأيضا كانت دراستي الأولى في مدارس مكة شرفها الله. ثم بعد ذلك لما انتهيت من الابتدائية انتقلنا مع الوالد إلى جدة ودرسنا في الابتدائية المتوسطة والثانوية. والثانوية كانت مختصرة في سنتين على النظام الشامل. الثانويات الشاملة هي أول ما طبقت في المملكة. وكانت يعني فرصة اختصرنا المدة بالدراسة الفصل الصيفي أغنى عن سنة. ثم بعد ذلك انتقلت إلى جامعة البترول المعادن في وقتها، ولما كنت فيها تغير اسمها إلى جامعة الملك فهد للبترول المعادن. أيوة. فدخلنا في جامعة البترول وتخرجنا في جامعة الملك فهد للبترول المعادن. ايوه. وتخرجت منها مهندس اذا؟ لا لا لا، مهندسه في نظم المعلومات. نظم المعلومات. نعم. والان محاضر في لا، بعد ذلك درست فتره في الشهاده التي حزت عليها في نظم المعلومات تتعلق بالكمبيوتر. ايوه ما شاء الله. وبعدها راغبت في الدراسه الشرعيه النظامية. ايه. ودرست بكالوريوس والماجستير. ما شاء الله ما شاء الله. مع انه يعني حياتك كلها او اغلبها كانت في المنطقة الغربية. اي نعم. الا ان اللهجة عندك ما تأثرت. والله عاد اللهجة ممكن تتشكل، يعني تبغى تتكلم حجازي. والله اذا كان كلها حجازي زين. على كل حال الامر سهل ان شاء الله. الله يحييكم دكتور. دكتور حبيب. احنا ما حبينا عاد نتاكد عن الميلاد وكذا، فقلنا ستتاكد الان. لا وضع يديه الشيخ. الحمد لله. انا حمدت الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله. ولادتي كانت في الرياض في المستشفى العسكري يوم الجمعه السادس من شهر ذي القعده من العام 88. ما شاء الله. 300 والألف. ما شاء الله. وبقيت في الرياض مع والدي الى ان تجاوزت السنه الثالثه من العمر. ثم انتقل الوالد حفظه الله الى الاردن في مهمه مكلف بها من الدوله، وبقينا في الاردن قرابه الاربع سنوات، ودرست فيها المراحل الثلاث الاولى من دراستي، وكنت متقدما على مجاميع واقراني. يعني كنت درست دخلت المدرسه وانا بالضبط اربع سنوات وخمسه اشهر. ايوه. وبعد ان انهيت هذه السنوات عدت الى الرياض هنا واكملت الدراسه في مدرسه عمار بن ياسر في الرياض. ووقعت في مشكله كبيره لانني هناك درست علوم العربيه وما يتعلق بها والقراءه والكتابه، ولم اعرف شيئا يسمى الحساب او الرياضيات. لما اتيتها هنا في مدرسه عمار بن ياسر في السنه الرابعه الابتدائيه درست هذا الشيء الذي يسمى رياضيات ولا ادري ما هو، لدرجه اني الى الان اعاني من مشكله في القسمه. لا ادري كيف، والله اني اشعر بمشكله حقيقيه معها، لكني جاوزتها ودرست المعهد العلمي في الرياض ها هنا، درست المرحله المتوسطه والثانويه
ثم درست في كلية اللغة وتخرجت فيها وهكذا إلى الآن أصبحت أستاذ مشاركا في نفس الكلية. ما شاء الله. إذن الرياضيات سببت عندك فراغ عاطفي ولا صدمة عاطفية؟ نعم صدمة فعلا صدمة. بالمناسبة كان يدرسنا في ذلك الوقت أستاذ لم يكن أمينا كان من لم يكن من المملكة ولم يكن أمينا يعني كان يجلس في مقدمة الفصل ويقرأ القصص والمغامرات والروايات ويتركنا وحدنا وبقيت مع مشكلتي فيها من قبل لأنني لم أدرسها قبل ذلك بقيت في ضنك شديد وانقذني الله عز وجل بأختي التي هي أكبر مني سنا أم ياسر فكانت تقول لي افعل كذا ودرس كذا فمن الله عز وجل وانتهيت من هذه السنوات العقد لما دخلت مرحلة وسطى في المعهد ليس فيها هذه الإشكالات فمرت بسلام الحمد لله عشرة تقسيم اثنين كما شاء حتى انه احنا على الهواء دكتور افضل مادة كنت يعني تستمتع فيها تحبها كنت متى يعني يعني في المرحلة الدراسية سواء ابتدائية متوسطة ثانوية ما هناك يعني مادة محددة أستطيع أن أقول إنها حازت اهتمامي لكن كانت ميولي في الدراسة في المتوسطة والثانوية إلى الأحياء والكيمياء ولهذا كان التخصص في المرحلة الثانوية الشاملة مجال التخصصات صح. كان التخصص كيمياء أحياء لكن ما أستطيع أقول إنه يعني إن هذا هو أحد مادة وما إلى ذلك لكن هي التي كنت أجد نفسي يعني متفوقا فيها ومحصل فلهذا تخصصت. هذه المرحلة التي تتحدث عنها هل تعتقد أنها أفضل من المرحلة الحالية يعني بمعنى أن أنت تبدأ من المرحلة الثانية تتخصص أفضل من الآن يعني أنك لا تدرس هي أفضل من جهة وتفتقد يعني بعض الميزات في الدراسة النظامية لثلاث سنوات هي أفضل من جهة أولا أن الطالب يحدد ميوله من أول مساره ويركز أيضا لأنه الآن إذا نظرت في التعليم تجد أن الطالب ينوء بمواد كثيرة ينوء ظهره وذهنه بمواد كثيرة لا وقع لها في حياته ولن يصادفها في يوم من الأيام بالتالي أشبه ما يكون بالعبء الذي يحمله ليصل إلى المرحلة التالية هذا النوع من التعليم وأظن الآن بدأ يعني يجرب من جديد في بعض المدارس يعطي الطالب نوع من التخصص الذي قد يميزه أولا بالعمق وثانيا بخفة الحمل فيما لا يحب ولا يرغب في ميزات أخرى لكن يمكن المتخصصين يفهمون منها أكثر لكن تحتاج عفوا تحتاج إلى طالب مثل الشيخ لما كان طالبا جادا لكن ترى إذا يعني في نظري صحيح أقل ما يريد أن نقلبها جادة لكن أن الغالبية العظمى من الطلاب لا يصلح لهم مثل هذا لأنهم في الغالب يعني الناس كئيب للمئة لا تكاد تجد فيها رحمة الشعر علاقتك بالشعر قديمة لكن الآن علاقتك بالشعر بدأت وانت في الجامعة أو قبل لا قبل ذلك بكثير يعني أنا كنت في مرحلة متوسطة كنت يعني أنظم ودندن بأبيات وأكتب في من حولي إذا سقط أحدهم ويعني أصيب بألم كتبت حسرة على ذلك يذكر أخي عبد الرحمن لما كان في السنة أخي الدكتور عبد الرحمن لما كان في السنة الثانية الثانوية اشترى ما يسمى بتولة عود من أغلى الأنواع وكان يحبها كثيرا وكانت بألف ريال والألف ريال بالنسبة لطالب وفي ذلك الوقت تعد شيئا عظيما فأخذها يريد أن يطيب بها من حوله في أمام مواقف كلية الشريعة فسقطت منه وانسكبت فرقيتها بحسين فلقد هوى من إثر نظرة معجب عود يساوي الألف من أوراقه الله تذكر أول أبيات نسيت والله نسيت مطلعها لكن أول ما نظمت يا شيخ أول نظم أول قصيدة متكاملة نظمتها عام 1403 ما شاء الله قصيدة كاملة يعني كنت ابن 14 سنة تقريبا وكانت عن مسلمات بلغاريا سبحان الله العظيم قرأت وتألمت مواقع يعني وقع ظلم عظيم على المسلمات في بلغاريا وضج العالم كل معتاد يعني بأشياء وقعت على المسلمين فتألمت وكتبت قصيدة كاملة
وأخذتها ونشرتها في صحف مدرسية وأرسلتها لأحد الزملاء في جامعة الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام أباد، ونشرها هناك في صحيفة وكتب عنها صحيفة تكتب بالعربية وكتب عنها أحد النقاد هناك. هذه القصيدة متكاملة، بعد ذلك أنشر وأكتب يمنة ونسرة، لكن النقلة الحقيقية حينما نشرت وأنا في السنة الأولى من الكلية، نشرت قصائد في الصحف، ثم بدأ شيئا فشيئا إلى أن فزت بجائزة البطين للإبداع الشعري على مستوى العالم العربي بعد تخرجي في القاهرة. نعم كان في القاهرة. نعم. بعد تخرجي بسنة تقريبا أرسلت القصيدة وأنا في آخر سنة في الكلية. أيوة. فازت بالجائزة الأولى على مستوى الشعراء العالم. نعم. صار في من انزعج من هذا. نعم يعني قصة طويلة لو أنا أخذها إن شاء الله بعد الشهر.